ايه هو المفهوم العلمي او الطبي لظهور التجاعيد في الوش؟ تمام. هو التجاعيد دي process of aging، يعني تقدم في السن، استهلاك لعضلات وشي بشكل اوفر شويه، استهلاك ميك اب بطريقه زايده شويه، بتبدا تظهر التجاعيد اللي احنا بنسميها علامات سن. ليه سن الأربعين؟ يعني المفروض ان اي ست من سن الأربعين لسن الستين ده سن توهجها، المفروض تكون في احلى مراحل الجمال. ايه ده بجد؟ طبعا. فالمفروض ان انا من اول انا طفله صغيره، من اول البلوغ لحد سن الأربعين، انا بعد نفسي ان انا ابدا اخش على احلى مرحله من وللاسف احنا ما بنعملش كده يا دكتور. فبنهمل بالظبط، فبنخش على التجاعيد. ما بين الأربعين وبين الخمسة وخمسين او الستين سنه، المفروض ان دي احلى فتره من حياتي اكون فيها في احلى شكل ليا، وبعد الستين بحاول ارجع تاني لهذه الفتره. فانا عندي ثلاث مراحل من حياه اي بنت. المرحله ما قبل الأربعين بحافظ فيها على نفسي، من الأربعين للستين بستمر في احلى مراحل جمالي، بعد الستين بمنع ظهور التجاعيد. التجاعيد في الوش عامه ليها نوعين، في تجاعيد بنسميها تجاعيد حركيه، اللي هي بتبان مع حركه الوش، ان انا بكشر الوش، بنكشر بنضحك، بكشر وانا بضحك، دي بيبقى لها نوع من انواع العلاجات. وفي التجاعيد اللي هي الثابته الاستاتيك، اللي هي بتبان لوحدها من غير ما اعمل تعبيرات، دي بيبقى ليها نوع تاني من انواع العلاجات. هو ايه سبب ظهور التجاعيد يا دكتور اصلا؟ سبب ظهور التجاعيد كذا حاجه، منها تقدم في العمر، سوء التغذيه، اهم حاجه فيهم، اهم فاكتور فيهم، وده من المواضيع المهمه قوي، الجاذبيه الارضيه، الجرافيتي بتشدني لتحت، فمع كتر ما انا واقف في الابرايت بوزيشن او الوضع الافقي، بيبدا الجاذبيه تشد وشي لتحت، فتبدا تظهر التجاعيد عندي. اضافه الى فقدان البعض من الدهون اللي موجوده في الوجه بالذات، بتبدا تخلي حتت تفضى، فالجلد يبدا يهد لتحت، يبقى في ترهل. هل السهر والتدخين والحاجات دي ممكن تكون يعني سبب من اسباب ظهور التجاعيد؟ الصحه العامه دايما منعكسه على البشره. ففي ناس بتسهر، وفي ناس بتدخن وبتلعب رياضه في نفس الوقت، فبيكون الامور يعني موازنه شويه. وفي ناس لا بتلعب رياضه وما بتسهرش، بس طريقه اكلها وطريقه شربها والاهتمام بنفسها بيخلي صحتها تكون وحشة أكثر.